راديو جوهر اف ام الجمعة 19 فيفري 2021. إلى السيد وزير المالية وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، تحية وسلامنا ما بعد. أكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أن نرفع الفيتو، قال لا في وجه المراسلة اللي بعثها له وزير المالية علي القعلي واللي طلب فيها إعفاء منحة القضاة من الأداء وتحميل الصناديق الاجتماعية العبء الجبائي الناتج عنها. وقال سي محمد الطرابلسي إن المنح التي لا يتم إقرارها دون التي يتم إقرارها دون صدورها في الرائد الرسمي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم احتسابها في التقاعد. وأكد سي محمد الطرابلسي أن موارد الصناديق الاجتماعية هي أموال المنخرطين، أموال المضمونين الاجتماعيين، ولا يمكن التصرف فيها، وأن أي قرار سياسي للدولة يهم كان موارد الدولة ما يشملش أموال المنخرطين في الصناديق الاجتماعية. هات نرجعوا للأصل ونحاولوا نفهموا الحكاية باش ما نظلموا حتى حد وما نظلموش وزير المالية. الكل نتفكروا إضراب السادة القضاة اللي دام أكثر من شهر ونص، للا الحكومة بعد ما طالها الإضراب الوحشي وهي تتفرج عاملة روحها مولى الدار مش هوني. وزير العدل اللي تمت إقالته فشخ في النوم. اجتمعت الحكومة بالهياكل أبرمت اتفاق في الفجر والناس نيام مع جمعية القضاة. الجمعية قبلت ورضيت، والنقابة نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين رفضوا الاتفاق ووصلوا الإضراب. للا الحكومة بعد ما وقعت الاتفاق ضر لها في نوع من اللخبطة والارتجال، تعاود تتفاوض من جديد مع النقابة وأمضت معها اتفاق جديد، وكان من شروطه الإتيقية والأخلاقية عدم الإعلان على بنود وفحواه، والتزم الجميع الصمت. تقولش عليها الحكومة تهرب تعمل في الكونترا ولا تخدم في السوق السوداء. ومع مرور الأيام والأسابيع بدأت حقيقة الاتفاق تظهر للعلن. منظمة نيقظ تحدثت على منحة قيمتها 1,325,000 دينار شهريا. هات نرجعوا للمراسلة اللي بعثها وزير المالية للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية والسيد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية. الموضوع حول تطبيق مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين رئاسة الحكومة والهياكل القضائية. وبعد أكد ديباجة ذيك متاع الرسائل تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية المرجو منكم تصفية منحة القضاة كاملة، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2021، وتحمل المؤجر اللي هي الدولة والصناديق الاجتماعية العبء الجبائي الناتج عن إخضاعها للأداء والذي يتم إدماجه ضمن المرتبات والأجور والجرايات. والسلام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي القعلي. طبعا أنا من نجم كان نثمن الموقف متاع سي محمد الطرابلسي الفيتو متاعه على أقلها، وثم شكون يقول لا، ثم شكون يحرص على الالتزام بالقانون. طبعا منيش بصدد مناقشة حق القضاة في المنح والزيادات، ماذا بي زيادة ومنحة لكل تونسي وكل تونسية، أما نناقش في قانونية وشفافية الإجراء في حد ذاته. برافو سي محمد الطرابلسي على الموقف، يعطيك الصحة، ولو كان وافقت راهو رصات لك تبحث ومتهم بمخالفة القوانين. أما أنت يا سي علي القعلي يا سيدي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والله عيب عليك يا أخي، ما تنجمش تقول لا، ما تعرف كان حاضر سيدي يا شكاية يا أخي، مش أنت حارس الخزينة العامة للدولة التونسية؟ أنا نعرف أنه وزير المالية ديما مسكرها، ديما يقول لا، ما ثماش فلوس وقلبه على كاسة البلاد. أنت عامل العكس، دزين أنت وعارفك سي هشام توقعوا في الاتفاقيات وتعطيه في المنح تقولش عليها الثانية متاع جدود. والله لو كان جات الكاسة معبية يمكن تتعدى الحكاية، ولا خوف من الفقر والمال وفير. أما احنا ندور ونسسيه من بانكا البانكا، من مؤسسة مالية دولية المؤسسة مالية أخرى، نتسلفوا نرهنوا في البلاد بالقروض ودزين نصرفوا. الصناديق الاجتماعية واحلة فالسة تعاني وانت تحب تزيد تغرقها. ما صدقنا باش حسننا في وضعيتها الصناديق في موازناتها من خلال إبرام بعض الاتفاقيات.
السين اس اس والسين ار بي اس والكنام الكلها كما قلنا تعان، وانت تشري في الهدنة على حسابها. هك العام يا سناء حسين الدماسي استقال من وزارة المالية، قال ما عادش نحب نقعد وزير مالية، وقت اللي ما تفهمش مع حمادي جبالي رئيس الحكومة، وقت اللي حبوا ساعتها يغرقوا المالية العمومية وينتدبوا الموظفين على بعضهم. انت اليوم يا سي علي الكولي تقترض وتتسلف وتفرق في المنح والامتيازات بدم بارد، صخرة لا تحركها هذه المدام ولا تلك الأغاريد. سيدي الوزير سالي القالي، في عوض تكون شفاف وواضح وتتحمل مسؤولياتك التاريخية وتنكب على داد القانون التكميلي للميزانية اللي باش تعمل في مارس، فضيحة في البلاد كل 3 شهور ميزانية تكميلية جديدة، في عوض تكون حارس للمالية العمومية، انت عامل العكس، دخلت في عركة مع محافظ البنك المركزي قلت له يزمك تطبع الفلوس، وتوا هاك في عركة مع وزير الشؤون الاجتماعية. كنا ننتظر من هالحكومة تعطيك نقرات حكومة الإدارة، كنا تلتزم بالقوانين والترتيبات الجاري بها العمل، كنا ترجع هيبة الدولة وتكبس السنتور. اللي صاير هو العكس يا سيدي الوزير، جه ربي يكبس السنتورة من جهة ويزي من الطلبة من جهة ثانية. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلومن الصغار على الرقصية.